الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات والكلام، يعني ويجب له تعالى الكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتنجيل والسكوت، رغم الايه الامس المجسمة والسلسية المعاصرة، المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتنجيل والسكوت، المتعلق بالميل للكلام المتعلق مش السكوت المتعلق كلام المتعلق، وزيك قال المتعلق. لو كان الكلام للسكوت كان قال المتعلق. أقول تاني افهم البث الأول. ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات. لما نقرأ الآن في المسجد، ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات والكلام، أي ويجب له تعالى الكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتجديد والسكوت، المتعلق أي الكلام بما يتعلق به العلم. ودليل هذه الثلاثة، فين الثلاثة دي؟ اللي هي السمع والبصر والكلام. ودليلها ودليل هذه الثلاثة الشرع. اعلم هنا حياته ذهنا الشرع هو نفسه اللي قال المسك هو اللي حيشرح. اعلم ان عقائد الايمان اللي مهمة جدا، اعلم ان عقائد الايمان هنا حتى بالهامش الشيخ سعيد بيقول ايه، هذه قاعدة عظيمة الفائدة اللي حيذكرها. اعلم ان عقائد الايمان تنقسم الى ثلاثة اقسام، دي معلومة حينبني عليها اشياء كثيرة. العقائد تنقسم الى ثلاثة اقسام، ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. يعني خد بالك مش كل العقائد التي نؤمن بها دليلها إيه؟ نقلي. مش كلها دليلها نقلي. إنما منها ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. وهو أي ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي، وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته. فإنه وبيتكلم الآن في القسم الأول، فإنه اللي هو إيه القسم الأول، ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. يعني عندنا إيه؟ دليل عقلي، وعندنا دليل ايه؟ نقلي. بعض الناس يتوهم ان العقائد او ان الدين لا يؤخذ الا من الدليل ايه؟ النقلي. لا، ده الدليل العقلي والدليل ايه؟ النقلي. ولا يوجد فائده اخرى، لا يوجد دليل نقلي محض، لازم ينتهي الى مقدمات عقلي، ولكن يوجد دليل عقلي محض. يعني صرف ما فيهوش اي مقدمه ايه؟ نقليه، كلها مقدمات عقليه. وكلاهما اي الدليل العقلي والدليل النقلي كلاهما شرعي.
أي أنه شرع لنا الاستدلال بالعقل كما شرع لنا الاستدلال بالنقل. يعني دليل العقل دليل شرعي أيضا، سواء كان عقلي أو نقلي فكلاهما دليل شرعي. في بعض الناس يفهم أن الأدلة الشرعية لا تكون إلا إيه؟ إلا نقلية، وهذا هو إيه؟ الخطأ والفساد العريض في الأرض. الأول يقول لك أعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول يعني القسم الأول ما لا أن يعلم إلا بالدليل العقلي. ما هو الذي لا ينفع الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي؟ هو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة. المعجزة تدل على إيه؟ على صدق النبي. فما ينفعش نستدل على صدق النبي بدليل نقلي، لأنه الدليل النقلي حاجة فيه دور. هستدل على نبوة أو إثبات النبوة بدليل نقلي، لما هو الدليل النقلي ده نفسه طالع عن إثبات النبوة. يعني لو لم تثبت النبوة يبقى معناها ما ينفعش نستدل. طب إذا كان النبوة دليلها إيه؟ نقلي كده؟ والدليل النقلي متوقف عليها هذا دور. يعني إثبات الدليل نفسه النقلي متوقف على إيه؟ ثبوت النبوة. فلا يصح الاستدلال على ثبوت النبوة بدليل إيه؟ بدليل نقلي. واضح كده؟ يقول لك وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته، فإنه لو تدل على هذا القسم بالدليل الشرعي وهو متوقف أي الدليل الشرعي على صدق الغدر المتوقف على دلالة المعجزة لازم الزوجة. إنما عدم الزوجة يعني هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا. دليل الشرعي هنا مقصود به النقل. نعم؟ دليل الشرعي مقصود به النقل. الدليل الشرعي هنا المقصود به النقل. خلاص كده؟ يعني إيه النقل؟ أما الدليل العقلي يقال دليل شرعي أنه شرع لنا. إنما هذا دليل شرعي يعني مأخوذ من الشرع تدليل بالصدر. فالدليل نوعان. الدليل ايه؟ نوعان. يعني الدليل على إثبات العقائد التي كلفنا بالإيمان بها أو باعتقادها نستدل عليها بدليلين. يعني تعالى على فرض هنستدل على صفة الكلام. أريد أن أتركب ليه الدليلين مع بعض. فكيف نستدل على إثبات صفة الكلام؟ لا يمكن الاستدلال بالدليل العقلي، لا بالدليل إيه؟ إنما لما نجي نستدل على نفي الصوت والحرف والتبعيد وهذا دليل عقلي. إذا صفة الكلام نفسها مأخوذة من الدليل إيه؟ أما إثبات أن كلامه تعالى ليس بصوت ولا حرف دليل إيه؟ دليل عقل. طب لماذا؟ لأنه العقل بيقول لك لو كان صوت لكان تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير والصوت ينعدم هذا معناه إيه؟ حادث. والله تعالى نتنزه عن أن تقوم الحوادث بذاته، فكل ما قامت الحوادث بذاته فهو حادث، فهذا يؤدي إلى حدوث الإله. خلاص كده؟ الاستدلال على صفة الكلام نقل، وعلى نفي الحرف والصوت دليل إيه؟ عقل. خلاص كده؟ إيش واحد يقول لك ما فيش في القرآن الكريم أن الله تعالى متكلم ليس بصوت ولا بحرف ولا يوجد هذا في السنة إلى أهل؟ لا، الدليل ده هنا إيه؟ دليل إيه؟ عقل. إذا قلنا الدليل نوعان،
عقلي والثاني نقلي، وكل من الدليل العقلي والنقل دون دليل شرعي مشروع أجازته الشريعة وأوجبت العمل به في مجال عمله. الدليل تعالى نتكلم فيه نشرح الدليل العقلي ونشرح الدليل النقلي. الدليل العقلي هو ما لم تستند أي مقدمة من مقدماته في إثباتها إلى النقل. ظل تسمع دليل عقلي، إذا كل مقدماته لا تستند إلى إيه؟ طبعا معروف أقسام حكم العقل لا محال، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز تفهم ونحلى نفس الوجوب. فإن استند وزالت من المهمة، قلنا الدليل العقلي هو ما لم تستند أي مقدمة من مقدماته في إثباتها إلى النقل، واضح؟ فإن استندت أي مقدمة من الدليل إلى النقل فهو دليل نقلي. يعني لو في أي مقدمة استندت إلى النقل دليل إيه؟ الدليل لا يوجد دليل نقلي محض، بمعنى أن كل مقدماته نقلية لا يمكن إثباتها إلا بالنقل، واضح كده؟ ولكنه يوجد دليل عقلي معه، إذا ما فيه دليل نقلي معه ولكن فيه دليل عقلي معه. ليه؟ لأنه لو كل المقدمات نقلية هيتوقف ليه؟ هيرجع الكلام إلى الدور، خلاص كده. لو كل يعني النقل في اصله يثبت بالعقل، فاذا كان النقل مستند في اثباته الى نقل يبقى لازم ايه؟ لازم الدور. يعني مثلا جاء واحد وادعى النبوة، لما يجي يدعي النبوة يروح يقول لك مثلا انا عندي كتاب بصرف النظر القران او غيره يثبت نبوته، فتقول له اثبات ان هذا القران كلام منزل عليك من عند الله ده متوقف على اثبات نبوتك، مش اثبات نبوتك متوقف على ايه؟ على اثبات الكتاب. يعني الاول اثبت انك نبي، يعني ما ينفعش نحتج على الكافر ونقول واحد ملحد كافر لا يؤمن بوجود الله اصلا، فتحتج عليه بقوله تعالى قل هو الله احد، يقول لك اصله انا مش مؤمن بوجود الاله اصلا، فكيف اؤمن بما تفرع على وجوده وهو الكلام؟ اثبت انه هو موجود وبعد كده نثبت انه ليه كلام او ما هو، واضح؟ فهمت كده الدليل الايه؟ النقلي لازم يكون فيه ايه؟ مبني على مقدمات ايه؟ عقليه، انما في دليل عقلي، عقل ايه؟ محض سر. ولذلك تجد بعض العلماء بيسمي الدليل النقلي بيسميه عقلي ايضا، ليه؟ بيقول لك لان بعض مقدماته عقليه. في مقدمات ما هو عقلي، والنقل ما هو مستند، والنقل منها مستند في إثباته إلى دليل عقلي هو دليل إثبات صدق النبي. إذا فرجعت الأدلة النقلية كلها إلى دليل عقلي وهو إثبات صدق النبي. إذا العبارة بتاعت مولانا الأول يعني اعلم ان عقائد الايمان تنقسم الى ثلاثه اقسام. الاول ما لا يصح ان يعلم الا بالدليل العقلي. قوله ما لا يصح ان يعلم الا بالدليل العقلي يريد به ما لا يصح اثباته على انفسنا او على الاخرين الا بدليل عقلي،
ومن الواضح أن هذا الجسم يستحيل أن يكون متوقفا على النقل، لأن النقل متوقف على العقل، فإن توقف هذا أيضا عليه يدور أو يتزلزل وكلاهما باطل. فما هو الجسم الذي لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي؟ الإمام السنوسي ماذا قال؟ قال كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة. هي يعني ذكر المعجزة، لم يقل مثلا في بعض الكتب بيقول لك ما يتوقف عليه الفعل، يعني ما يتوقف عليه الخلق والإيجاد والاختراع، لأن خلق العالم أو إيجاد العالم متوقف على إيه؟ على موجب، إذن على وجود الله. على الوجود فقط؟ لا، أخذ ربنا موجود مثلا حاشاه وتنزه وغير قادر، إذا مش هيخلق العالم. إذن خلق العالم أو الفعل متوقف على وجود الله وعلى القدرة وعلى العلم وعلى الإرادة وعلى الحياة، لأنه لا يمكن يوجد أي شيء من هذا إذا لم توجد الحياة. ولذلك الحياة يسموها صفة ليس لها تعلق ولكنها مصححة، يعني تصحح لمن اتصف بها أن يتصف بما عداها من الصفات كالإرادة والقدرة والعلم إلى غير ذلك. لكن الفعل أي الخلق لا يتوقف على صفة الكلام ولا على السمع ولا على البصر، إذا من صفات الله تعالى ما يتوقف عليها الفعل ومنها ما لا يتوقف عليها الفعل. لكنه هنا لم يقل الفعل، إنما ماذا قال؟ كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة. هي كلمة المعجزة، المعجزة ده ايه؟ ايه اصلا ايه؟ المعجزة مش كده؟ نعم. التاء اللي فيها امر، المعجزة امر خارق، ليه لما هو امر؟ اذا لماذا لم يقل معجز؟ انما قيل معجزة. اذا التاء دي بيسموها تاء ايه؟ مش تاء التأنيث دي؟ نعم؟ نعم. تاء الوحدة. اذا المعجزة السبب في قوله كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة، السبب في كون هذا هو الضابط، لأن ثبوت المعجزة هو السبب في إثبات الشريعة على الكون. يعني عارف الدين ده كله السبب في إثباته هو المعجزة. ليه؟ لأن في المعجزات أبحم الخصوم وأقروا بصدق من الأنبياء والمرسلين. إلا ألزم المعاند والخصم والملحد والكافر اللي هو إيه؟ المعجزة. فلأجل هذا جعل المعجزة هي إيه؟ الضابط، لأن ثبوت المعجزة هو السبب في إثبات الشريعة على الخصوم. فإن أردنا الاستدلال بالنقل فلا بد أن يكون كل ما يتوقف عليه ثبوت المعجزة من العقائد غير متوقف على النقل كما قلنا، لأنه لو توقف على النقل والنقل متوقف على المعجزة لكان في هذا مصادرة على المطلوب. نجيب المثال عشان يتبين الكلام. المعجزة ده ايه؟ فعل ولا ايه؟ ايه المعجزة؟ امر. الامر المراد به ايه؟ الامر المراد به فعل، يعني شيء حدث خلق خارق للعادة. فالمعجزة فعل حادث كده؟ صح. وكل فعل حادث فيتوقف وجوده على وجود الله وعلى قدرته وعلى علمه وعلى إرادته، صح ولا؟ يعني لو أن الله تعالى موجود ولم يكن قادرا، هل كان توجد المعجزة؟ لأن المعجزة شيء خارق، ها؟
يظهره الله، يعني يخلقه الله تعالى. فلولا أنه تعالى قادر ومريد، يعني أراد إيجاده، ولولا أنه حي، ولولا أنه عالم، لأن المعجزة كده معناها، فلا يمكن أن توجد المعجزة، بل المعجزة فعل حادث، فيتوقف وجوده على وجود الله وعلى ثبوت قدرته وعلمه وإرادته. ما يتوقف ثبوت الفعل الحادث عليه، لا يجوز أن نحتج بنفس لوازم الفعل الحادث عليه. خلاص كده؟ زي ما قلنا لا يصح الاستدلال على واحد كافر أو زنديق بقوله تعالى قل هو الله أحد، لأن هذا المنكر يقول لك حينئذ أنا أصلا لا أؤمن بوجود الله، فكيف أحتج بما تدعون أنه من كلامي؟ وهذا القرآن لا يكون حجة إلا بعد إثبات وجود الله وبعد إثبات النبوة، ولا يصح أن تثبتوا وجود القرآن بنفس آيات القرآن، بل لا بد من الدليل بالعقل كما ذكرنا، يعني الدليل الصحيح لمناظرة الخصوم وإلحادهم هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل أولا، ثم إثبات أن القرآن معجزة، ثم إن سلم الخصم بذلك جاز الاستدلال له على الأحكام الشرعية بنفس الآيات القرآنية. ده الدليل ليه؟ القسم ليه؟ القسم الأول. قلنا عقائد الإيمان تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي، اللي هو إيه؟ ما تتوقف المعجزة. الثاني لما وقفنا المعجزة ما أصبح فينا وقف للأمر، الأمر الخارق للعقل. أول كان كلمة معجزة دي اسم فاعل كده، فنقلت من إن اسم فاعل أصبحت علم، فنقلت من الوصفية إلى الاسمية، أصبحت الأمر الخارق للعادة اللي هو يظهر على يد مدعي النبوة تصديقا لا اسمه إيه؟ اسمه معجزة، بخلاف الاسم اللغوي أصبح كده اسم إيه؟ معجزة، اللي هو الأمر كالمراحل أصبح علم على الوصف له. يبقى إذن الأول هو إيه؟ ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. ما هو؟ كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة. طب والمعجزة تتوقف على إيه؟ على خذ كده من الصفات كام؟ صفة الوجود واحد. بعد كده إيه؟ القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، كم صفة؟ خمس صفات، يعني هتاخد أربعة من صفات المعالم واحدة اللي هي الصفة الايه؟ النفسية، وحتترك ايه؟ ثلاثة اللي هي السمع والبصر والكلام. فهذا هو القسم الايه؟ الأول. القسم الثاني ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، اللي هو المراد الشرعي هنا ايه؟ النقل. وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة. قلنا المعجزة بتتوقف على وجود الله وعلى قدرته وإرادته وعلمه وحياته، لكن هل تتوقف على كونه تعالى سميعا أو بصيرا أو متكلما؟ لا. يعني أعطيك مثالا، أنت مثلا في صحراء أو في مكان يعني، فوجدت بناء مشيدا عظيما، تعلم كده بالأدلة العقلية أن هذا البناء لابد أن يكون له إيه؟ يعني البناء لازم يكون إيه؟ موجود،
لازم يكون قادر، وإلا ما كانش بنى هذا البيت. لازم يكون عالم المستفاصيل والأبواب، لابد تتوقف على العلم، ولازم يكون إيه؟ ولازم يكون حي، ولو كان ميتا لم تفد عنه القدرة والإرادة والعلم. هذه هي الصفات التي تتوقف عليها دلالة الوحدة. أما السمع والبصر والكلام فيسموها قسم لا يستدل عليه إلا بالدليل الشرعي، أي الدليل النقلي، وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة كالسمع والبصر والكلام والبعث وأحوال الآخرة. يعني قسم اللي يسموه السمعيات، لأن السمعيات لا مجال للعقل لا في إثباتها ولا في نفيها، إنما كل ما في الأمر أن العقل يحكم بأنها جائزة، يعني ليست هي مستحيلة ولا هي واجبة، هي جائزة. لكن كونها موجودة أو غير موجودة عاوزة دليل إيه؟ عاوزة دليل نقل. هذا هو القسم الثالث. القسم الثالث بعد القسم الأول وإيش؟ ما لا يستحق إلا بدليل العقل، لا ما تتوقف عليه دلالة المعجزة. ده القسم الأول. القسم الثاني ما لا تتوقف، يعني عكس القسم الأول. القسم الثالث ما اختلف فيه للتردد، يعني هذا القسم مختلف فيه، هل هو متوقف على يعني دلالة المعجزة متوقفة عليه أو لا؟ فإن كانت متوقفة عليه يلحق في القسم الأول، وإن لم تكن فيلحق في القسم الثاني. هذا القسم متردد فيه، ولذلك قال ما اختلف فيه بالتردد فيه، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني كالوحدانية. يعني قلنا بناء البيت يتوقف على انه فيه ايه؟ واحد ده يعني في داني، والداني لازم يكون موجود ولازم يكون قادر وعالم ومريد وحي. لكن هل يتوقف بناء المنزل على انه الداني ده لا يكون الا واحدا؟ لا، ما يتوقفش على ايه؟ على انه يكون واحد. في المثال اللي احنا بنقول ممكن يكون اثنين اشتركوا بناء او عشرة. فعشان كده اختلف في الوحدانية، هل الوحدانية دليلها يعني اثبات الوحدانية يرجع الى دليل عقلي ولا الى دليل نقلي؟ ده الاختلاف. الارجح والاصح ان الوحدانية دليلها عقلي. ليه؟ لانه لو انتفى، يعني لو انتفى ان يكون الاله واحدا حصل التمام الذي لا يبقى معه الفعل، فلا تكون المعجزه تتوقف ايضا على كونه تعالى واحدا. لانه لو كان نسال الهين اراد احدهما ايجاد المعجزه والثاني اراد عدم ايجاد المعجزه فاحرر تماما، فاما ان توجد المعجزه واما ان لا توجد. فان وجدت باحدهما بطل ان ثبت عجز الاخر، واذا ثبت عجز الاخر اي الثاني ثبت عجز الاول لانعقاد المثليه بينهما، ده اله وده اله، فاذا حاسمك عجز الاثنين معا. يعني مثلا زي ما قلنا في دليل التمام الذي اشار اليه القران الكريم بقوله تعالى، بعض الناس يقول لك ادله المتكلمين
أدلة فلسفية أو أدلة، لا، أدلة موجودة في القرآن، بل إن القرآن الكريم تجد الأدلة اللي فيه أدلة عقلية، ولن تسمى نقلية إلا بعد أن ورودها في القرآن الكريم. أن الله تعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيه معنى لفسدتا؟ يعني لم عدمتا، يعني يريد أحدهما خلق السماوات والأرض والآخر لا يريد. في هذه الحالة حيحدث تماما لأن يمنع أحدهما الآخر لأنه ضد مراده، هذا يريد وهذا لا يريد، فإما أن ينفذ المرادان معا، قال هذا مستحيل، إيه معنى ينفذ المرادان؟ أحدهما يريد خلق زيد والآخر يريد عدم خلق زيد، فلو نفذت إرادة الإلهين معا لكان زيد موجودا معدوما، هذا كما قلنا. طب ولو نفذ مراد أحدهما، والعقل يقول لك فيه احتمالات، إما أن تنفذ أن ينفذ المرادان معا وهذا باطل، إما أن ينفذ واحد ولا ينفذ وهذا باطل أيضا، وإما أن لا ينفذ المرادان معا وهذا باطل أيضا. فلا بد أن يكون الإله واحدا لكي تتم المعجزة أو لكي يتم الفعل. إن الوحدانية دليلها عقلي ولا نقلي؟ عقلي. فإذا كان دليله عقلي ثم جاء النقل، يبقى إيه الحل نسميه؟ عقل ونقلي؟ يبقى إذا النقل عبارة عن مقرر ومؤكد، أمر الأساس هو إيه؟ هو الدليل العقلي. إن لا مانع أن تأتي الأدلة النقلية بعد ذلك مقررة ومؤكدة لما أثبته العقل. واضح؟ وهم الوحدانية اختلف فيها. والأرجح أن دليلها دليل إيه؟ إذ لو انتفت أي الوحدانية حصل التمانع الذي لا يبقى معه الفعل. لأنه لو كان إلهان فإما أن يتفق وإما أن يختلف، فإن اتفق فلا يمكن أن يوجد شيء. عارف سبحان الله يقول لك لو وجد إلهان أخرى اتفق كما مع بعض ونحن نتفق مش حقالك، قال لك عارف لو اتفق لا يوجد شيء من العالم، ولو اختلف فمن باب أولى. بس كيف إذا اتفق لا يوجد شيء؟ قال لك مثلا أراد مع الاثنين أن يخلق السماوات والأرض، طبعا المفترض أنه ده إله تام من القدرة، وبس تام من القدرة لأنه لو كان في نفس أو حد من حياته هياخد من طب إذا خلق بقدرة أحدهما إذا قدرة الثاني معطلة أو لم تفعل شيئا فكيف يكون إلها؟ فأخذ خلقوا معا على وجه المساعدة معناه وهو وحده لا يستطيع أن يخلق أو يساعد معاجز، فأخذ ده تام القدرة وده تام القدرة أخلقوا معا هيجتمع مؤثرين على أثر واحد، وده باطل لأنه طالما الأثر واحد يبقى المؤثر واحد، انما اذا كان مؤثرين حين اثرين اثر واحد لا يجتمع مؤثران على اثر واحد. اذا فان اتفق لا يمكن ان يوجد العالم لاجتماع مؤثرين على اثر واحد، وان كان الايجاد لاحدهما يعني هم اتفقوا على انهم معا سيخلقان شيئا ما اتفقا فخلق هذا الشيء، مين اللي خلق؟ واحد بس الثاني ما خلقش ليه؟ هيسموه في العقل هنا الترجيح بغير مرجح، يعني ما الذي رجح ان يخلق احدهما والثاني معطل؟ يعني إيه؟ هل مثلا ضرب قرعة مع بعض فجت على واحد وإذا بيه لازم الترجيح بغير إيه؟ مرجح.
ولزم عجز الآخر. وإن اختلف لزم التمام والتضارب أو التغالب، والمخالفون في الوحدانية كم فرقة؟ ثلاث فرق، يعني اتفاق جميع البلاد والأديان على وحدانية الله، لم يخالف في ذلك إلا ثلاث فرق من مخالف في الوحدانية. عبدة الأوثان، عبدة الأوثان خالفوا في الوحدانية ولا ما خالفوا؟ خالفوا، بس خالفوا بحاجة واحدة، مش خد بالك، اللي بيعبدوا الأصنام أو الأوثان بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم موحدين في الأصل، بس هم مشركين في العبادة، لكن عبدوا هذه المعبودات لتقربهم إلى الله، إذن عبدة الأوثان. وعبدة الأوثان لا يقولون بإلهين خالقين، لأن بيقولوا إنه ده خالق وده خالق، ده بيقولوا الخالق لإله واحد وده إله أكبر، وهذه فقط لها ذنب لها مكانة، لا يعبدونها على أنها خالقة ومدبرة وشاركت في خلق السماوات والأرض، وإنما خالفوا من جهة أنهم لم يوحدوا في العباد، بل عبدوا هذا، وده قال ما نعبدهم، يعني فرقوا العبادة فأشركوا في عبادة الله تعالى غيره، مع أنهم يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق، وذلك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الأصنام، ولا يقولون الأوثان، ولا يقولون هبل أو لات أو عزى، إنما يقولون ومع ذلك يعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان، فهؤلاء المخالفون في الوحدانية. إذا عرفنا معنى مخالفتهم، ليس معنى مخالفتهم أنهم يقولون بإلهين خالقين واجبي الوجود، وإنما سبب مخالفتهم في الوحدانية أنهم يقولون بمعبودات متعددة وهي الأصنام، ولذلك ما قالوا أجعل الأرباب أو أجعل الخالقين، وإنما قالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا، يعني سبب مخالفتهم في الوحدانية أنهم يقولون بمعبودات كثيرة وليس بمعبود واحد. فبل هذه هي الطائفة الأولى التي خالفت في الوحدانية. الطائفة الثانية الثانوية اللي هم مين؟ المجوس. هؤلاء قالوا بخالقين أو بمدبرين أو بإلهين واجبي الوجود، أحدهما خالق للخير والثاني خالق للشر، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، بل هو الإلهين، تقول كده لا تتخذوا إلهين من غير اثنين، الإلهان لا يكونان إلا اثنين، هم ليه قالوا إلهين اثنين؟ عارف لو قال إلهين فقط إذا معناه هو إله واحد، بس ده مساعد له، بس ثم إله على إنه على قدر لا إله هو إله معا، يعني مش ده إله من غير الثاني، يعني لا يكون إله إلا مع إيه؟ مع الثاني، إنما عندما قال إلهين اثنين يعني هذا تام الألوهية وهذا مستغني وهذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود. دولة من دولة؟ الثانوية. الثانوية. طبعا الطائفة الأخيرة أو الطائفة الثالثة التي خالفت الوحدانية معروفة للكل، ولا همة وحدة وطنية ولا همة الأمة من النصارى. خالفت إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. عرفنا مين المخالفين في الوحدانية؟ هم غير موحدين. عرفت غير واحدين، لا اليهود لا، النصارى فقط، ما تجيش على اليهود وتحط
كفاية محصوبة لك جدع. ولا تظلم وازور ما تقولش اليهود بجنب النصارى. اليهود ما خالفت الوحدانية، لا يقولون بالتكليف ولا يقولون بإلهين اثنين. مين اللي يقول بكده؟ معلوم في الجميع. إذا القسم الثالث أو الطائفة الثالثة هم مين؟ أهل النصارى. خلاص؟ إذا عندنا أعلم أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عرفنا القسم الأول. ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي، وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته. إنه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي وهو متوقف على صدق الرسل، اللي هو الدليل الشرعي المتوقف على دلالة المعجزة لازم الدور. القسم الثاني الدليل الشرعي عن النقل، وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة معجزة كالدمع والبصر والكلام والمعنى وأحوال الأسرة جملة وتفصيلا. الثالث ما اختلف فيه للتردد، وقلنا زي صفة الوحدانية، يعني هل يتوقف ثبوت المعجزة ووجودها على الوحدانية أو لا، أو ده القسم إيه؟ وحصل خلاف بين العلماء في ذلك. ليه؟ نقول هل يجوز الاحتجاج بالدليل النقلي على أن الله تعالى واحد أو لا؟ أو يعني أو لا يعني أو لابد من الدليل العقلي. وقلنا إلى المثال اللي ذكرناه، يعني لا يصح أن يثبت الوحدانية لإنسان ملحد أو كافر. ليه؟ بدليل نقلي. الثالث ما اختلف فيه للتردد، هل هو من القسم الاول او من القسم الثاني كالوحدانية، فانه اختلف فيها هل يكفي فيها الدليل السمعي بناء على عدم توقف دلالة المعجزة عليها في علم الناظر، وان توقف وجود المعجزة عليها في نفس الامر لاستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك. ذكرنا الدليل على ذلك وهو دليل التمام، لأنه لو كان له تعالى شريكا لتمانع عن التمام، يعني سمي دليل التمام. ويسمى أيضا دليل التوارد، يعني هو نفسه له إيه؟ له اسمان، دليل التمانع ودليل ايه؟ هي معنى التمانع ان يمنع احدهما الاخر، وهي معنى التوارد يتوارد قد بحيث انه لو في حالة الاتفاق نسميه دليل التوارد، عشان حالة توارد مؤثرين على اثر واحد، يعني في حالة اتفاقهما نسمي الدليل دليل ايه؟ توارد. وفي حالة اختلافهما نسميه دليل ايه؟ التمام. وفي البعض يسميه التغالب او التطارد. هي معنى التغالب، يعني كما في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني من مغالبته وإزاحته عن العرش أو للاستيلاء على العرش بدلا منه، يعني حيعمل يبتغون إليه سبيلا إما لأحد أمرين، يعني إما إذا كان أقوى منهم هيحاول يستجيب رضاه أو يتقرب إليه، وإذا كان ضعيف هيحاول أن يغلبوه.
التغالب والتقارب. ولذلك قال تعالى في آية أخرى اتخذ الله من ولد وما كان معه إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون استحالة وجود الفعل مع وجود الشريك أو لا بد فيها يعني فيها الضمير يرجع إلى إيه؟ لا نتكلم عن إيه؟ يقول ما اختلف في آه كالوحدانية فإنه اختلف نعم عند الوحدانية أو لا بد فيها يعني في إثبات الوحدانية من الدليل العقلي نظرا إلى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود المعجزة المتوقف على الوحدانية لأن المعجزة فعل والفعل يستحيل وجوده على تقدير الاثنينية في الألوهية يعني لو قدرنا ان الاله اثنين يستحيل وجود الايه الفعل بدليل الكمال ودليل الايه الاستقرار والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء يعني مثلا انا متوقف وجودي على هذا وهذا متوقف وجوده على هذا اذا في الحاله دي انا متوقف على المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء وقولنا في السمع والبصر يعني رجع الى ايه الى المتن الى اصل العقيده ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات فبيقول وقولنا في السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات احنا احيانا كده يكون عندنا فهم سطحي فنقول كيف يتعلق السمع بما ليس بمسموع والبصر بما ليس بمرئي يعني احنا نترحم ونعتقد مثلا او يعني نفهم ان السمع لا يتعلق الا بالاصوات بما هو يسمع يعني السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالايه والموجودات منها ما هو مسموع ومنها ما هو مرئي ومنها ما هو مشموم ومنها ما الى اخره فهنا قال لم يقل السمع والبصر المتعلقان بالمسموعات والمبصرات وانما قال بجميع الموجودات هي معنى جميع الموجودات يعني بكل موجود يعني بالذوات يتعلقان بالموجودات سواء كان موجود قديم او ايه او حاجه فالانسان يتوهم عاده انه لا يمكن رؤيه الاصوات يعني انت مثلا الصوت هل ترى الصوت او تسمع الصوت إذا الإنسان يتوهم في العادة أنه لا يرى إلا الأشكال والألوان فقط ولكنه لو فكر قليلا لعرف أو لعرف أن الرؤية تتعلق بالموجود من حيث هو موجود لا من حيث عوارضه يعني الرؤية تتعلق بالموجود والسمع ايضا يتعلق بالموجود يعني السمع والبصر يتعلقان بجميع الموجودات سواء كانت الموجودات
أصوات أو أشكال أو ألوان أو غير ذلك. الرؤية تتعلق بالعوارض يعني الألوان، ولكن لا تنحصر فيها. ولذلك قال الإمام السنوسي إن الرؤية تتعلق بكل موجود وكذلك السمع، فالسمع عادة بالنسبة لنا كمخلوقات تتعلق بالأصوات، ولكن لو تأملنا قليلا لعلمنا أن الصوت من حيث هو موجود يمكن أن يرى، يعني يمكن أن يرى الصوت. أليس الصوت اهتدال وفر من الموجودات كالهواء والصخر والحديد؟ فالسمع يدرك عادة. لما تشوف حالة هذا الحظ قبل ما يجيب حالة للدكتور الناس وحدينا السيدات طيب حظ خليها كده وخلاص سامحهم طيب حظ. إذا الصوت من حيث هو موجود يمكن أن يرى، الصوت عبارة عن اهتزاز شيء من الموجودات زي الهواء والصخر والحديد، فالسمع يدرك عادة الصوت، ولكن الحقيقة أنه يمكننا إدراك كل موجود لو كان عندنا القابلية على ذلك، وهذا كله في حق المخلوق. أما في حق الله تعالى فإدراكه ليس بملامسة ولا باتصال ولا بجهة كما هو معلوم، لأن هذه كلها شروط عادية بالإدراك عند المخلوق، والله تعالى منزه عنها. فهذا الصوت الذي يخرج من فمك تسمعه بأذنك عند ارتطامه بشيء، ولو أمكن للعين أن تنفعل بالأمواج الصوتية لرأت اهتزازات الهواء المتذبذبة بكيفية الحروف والكلمات، ولو وقع ذلك لصح لك أن تقول سمعت كلامك ورأيته وهو ليس ببعيد. لأن لو أن الله خلق كل عين الإدراك اللي هو مخلوق في الأذن لرأت إيه؟ لرأت الحروف. ولأجل هذا قال السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، أي ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة. لأنه الآن يتكلم عن السمع والبصر كصفتين لله تعالى. نقولنا من حيث أننا حوادث أو مخلوقات، المضام بتاعنا ما أجراه أو ما رتبه سبحانه وتعالى فينا من العادات. أما الروحنا لا تتعلق إلا بالألوان. أيوة حتى شو بالأشكال. هو عشيق. أيوة. أما بس بارك الله فيك. جمع فإنه لا يتعلق إلا بالأصوات. ده بحسب ليه؟ بحسب العادة. بحسب ما أجراه سبحانه وتعالى فينا من العادة. يعني ما الذي اختص الأذن بالسمع والعين بالبصر؟ ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يجعل الأذن ترى وتسمع والعين كذلك؟ فده بحسب العادة. أما بالنسبة لله تعالى فسمعه وبصره يتعلقان بكل موجود، سواء كان الموجود قديم أو حادث، لأنه تعالى يرى ذاته. ألم يقل تعالى إنه بكل شيء مستقيم؟ هو تعالى يبصر ذاته ويبصر صفاته ويسمع كلامه. المتقدم ذاته هو. نعم. متعلقان بجميع الموجودات. أن ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات القديمة إن كانت أو حادثة. طبعا الموجود القديم ليس إلا الله تعالى ذات وصفه، وليس كسمع المخلوق الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات. فبالك يختص عند حضار وصوله عادة
حاجة للسمع مين؟ وليس كسمع المخلوق الذي يختص يعني سمعه عادة تعلقه بالأصوات. يعني أنت كإنسان أو كمخلوق لا يصل سمعك إلا إلى سماع ما هو صوت، فلا تسمع ما ليس بصوت عادة. أما على سبيل خلق العادة يمكن أن تسمع ما ليس بصوت، ولذلك سمع سيدنا موسى عليه السلام كلام الله القديم وهو ليس بصوت، بس سمعه مش عادة على جهة خلق العادة. ولا كبصر المخلوق الذي انما يتعلق عادة بالاجسام والالوان والاكوان. يعني بصرنا كمخلوقين لا نبصر او لا نرى الا ما هو جسم او لون او ما هو شيء، انما هل نرى او نبصر غير الاصوات غير الالوان والاشكال؟ الله تعالى بصير ولا غير بصير؟ هل يقال في ذاته تعالى لون او جسم او شكل ومع ذلك يبصرها ولا لا يبصرها؟ لان السمع والبصر يتعلقان بما هو موجود. ولا نقول السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصرات الا في مين؟ في حق المخلوقين. واضح الكلام؟ وبرهان يعني هنا انتقل الى ذكر الدليل. وبرهان عموم التعلق، ما الذي يقصده هنا بعموم التعلق؟ سمعه وبصره. سؤال اقرا العباره يا شيخ. اقرا يقول لي وبرهان. وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى وبصره ان مصحح تعلقهما انما هو الوجود. ما هو البرهان؟ يعني هو الدليل عموم. قلنا عموم يعني ليس هناك خصوص، يعني معناها لا نخص السمع بالنسبه له تعالى بالاصوات، ولا نخص البصر بالمرئيات. احنا معروضينه ايه؟ عام، مش ليس خاص. وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى وبصره ان مصحح تعلقهما انما هو الوجود. ولذلك من الذي جعل رؤيه الله تعالى دليلا صحيح؟ لو كان جسما وله حيز وله لون لدليل لصحه الرؤيه هو انه شيء يقع عليه الحواس والاشعه الى اخره، ولكن دليل الرؤيه عند اهل السنه انما هو الوجود لصحه الرؤيه. وبرهان عموم التعلق لسمعه وبصره ان صح تعلقهما انما هو الوجود. فلو تعلق ببعض الموجودات، سؤال بعض الموجودات المراد بها ايه؟ يعني لنا السمع للمسموع، والمسموع هو كل موجود ولا بعض؟ وجعلنا البصر لما هو مرئي، وهذا يعتبر بعض الموجودات، لاننا ما نستطيع ان نحصر الموجود فيما هو مرئي او فيما هو مسموع. لان عملنا في هذه الحاله تخصيص، يعني خصصنا. والتخصيص بغير مخصص فلو تعلق ببعض الموجودات دون بعض لافتقر السمع والبصر الى مخصص، ولو افتقر الى مخصص فيكونان حادثين. ولو كان حادثين وهما صفتان لله لقامت الحوادث بذاته تعالى، وقيام الحوادث بذاته تعالى مستحيل. فهمت الدليل ولا لسه؟ تعلق السمع بايه؟ بالموجود.
ولا يختص به بما هو مسموع بالأقوى الشرع. والبصر أيضا يتعلق به بما هو موجود ولا يختص بما هو مرئي. إيه البرهان على ذلك؟ أنه لو اختص لاحتاج إلى إيه؟ لو احتاج إلى مخصص لكان حادثا، ولو كان حادثا وهو كفاية. إذا تقوم الحوادث بذاته تعالى وهذا إيه؟ والحاصل صحح تعلق الربع إنما هو الوجود. آه يعني إن صحح تعلق السمع والبصر إنما هو الوجود، يعني كون الموجودات هي مجموعة ومرئية في آن واحد، ما هو مجموع هو مرئي ولا. والحظ أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من إيه؟ وتعلقهما أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من الشرع، وتعلقهما بجميع الموجودات أخذ من الدليل العقلي. عايزين الدليل العقلي، لأنه لو تعلق يعني لو كان ليس على جهة العموم ولكن على نحتاج إلى مخصص ده بالعقل مش عارف. يبقى إذا دي فائدة مهمة جدا، إنه دليل إثبات السمع والبصر مأخوذ من النقل، وكون السمع والبصر يتعلقان بجميع الموجودات ده دليل عقلي. وكذا ثبوت الكلام له تعالى أخذ من الشرع، وكونه منزها عن الحرف والصوت والتقديم والتأثير إلى آخر ما أخذ أخذ من الدليل العقلي. ليه أخذ من الدليل؟ لأنه لو اتفق كلامه تعالى بشيء مما ذكر لزم أن يكون حادثا، وحدوث الصفة يوجد ثبوت الموصوف. نعم؟ نعم؟ مستحيل. فإن قلت إثبات الكلام، فإن قلت إثباتهم كده؟ إثباتهم إثباتهم الضمير يرجع إلى إثباتهم. من إثباتهم؟ من إثباتهم؟ أي إثبات العلماء أو إثبات أهل السنة أو إثبات مشايخهم. فإن قلت إثباتهم الكلام بالدليل الشرعي يلزم منه الدور، لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة المعجزة، صح؟ وهي متوقفة على الكلام بناء على الصحيح من أن دلالتها وضعية. يعني اختلفوا في دلالة المعجزة على إيه؟ على صدق الرسول. المعجزة تدل على صدق مين؟ هل الدلالة نوعها ايه؟ نوع الدلالة هل هي دلالة عقلية ولا هي دلالة وضعية ولا دلالة عادية؟ او دلالة ثلاث انواع، يعني اختلفوا. المعجزة تدل على صدق الرسول، ايه نوع الدلالة؟ دلالة عقلية. يعني ايه معنى دلالة؟ يعني معناها يستحيل بالعقل ان يؤيد الله تعالى الكاذب، فكونه ايده تعالى بالمعجزة دليل على ايه؟ على صدقه، لانه يستحيل عقلا. هل ده مستحيل عقلي ان يؤيد الله تعالى الكاذب؟ قالوا لا، مش مستحيل عقلا، انه ممكن الله تعالى يجري المعجزة إن كان عقله على يد كاذب، بس من باب استدراجه أو فتنة الناس فيه، يعني امتحان الناس. ففي العقل لا يمنع، يعني معناها دلالة المعجزة على أن هذا صاحب ادعائه هو ليس دليلا عقليا. لو بعض من الدلالة عادية، هي معنى دلالة عادية؟ يعني أن الله تعالى جرت عادته ما
منذ أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات أن العادة لم تجري بخلق المعجزة على يد الكاذب. العادة استمرت هكذا ولم تتخلف. ما أنه يجوز في العقل إيه؟ تخلف هو الفرق بين الدلالة العقلية والدلالة إيه؟ العادية. العقلية لا يمكن انفكاكها أو تخلفها، أما العقلية ليست كذلك. ولذلك قال هنا بناء على الصحيح، مثل ما هو الصحيح دلالة المعجزة على صدق الرسول، قالوا الصحيح أن دلالتها دلالة وضعية. إيه معنى دلالة وضعية؟ أي تتنزل منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يديه بالقول، يعني كأنها وضعت، لكن الدلالة وضعية، موضع القول، أي كأن الله تعالى قال للناس هذا صدق أو صدق عبدي فيما يبلغ عنه، وضربوا على ذلك مثالا أن رجلا ادعى بحضرة الملك أنه رسول من عند الملك إلى هؤلاء الناس في حضرة مين؟ الملك. والملك جالس ويسمع ذلك ولكنه لا يتكلم. ولما سئل هذا الرجل الذي ادعى أنه رسول من الملك إلى الناس قال آية صدق، يعني الدليل على صدق، أن يقوم الملك من مجلسه ثلاث مرات ثم يجلس والملك يسمع، ففعل الملك ذلك ثلاث مرات، فهذا كأنه قال له صدق هذا الرجل فيما يدعي أنه رسول إليه، أو معنى الدلالة فيه، يعني دلالة وضعية أشرحها. قال تتنزل، يعني بمنزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يديه بالقول، بالقول يعني كأن الله قال، يعني كأن الملك المجالس قال للناس، يعني تكلم بلسانه وقال لهم هذا صدق فيما يدعيه. خلاص كده؟ أو معنى دلالتها، قلنا اختلف في المعجزة ما أن تكون الدلالة عقلية، ما أنه يستحيل عقلا أن الله، هنا ده مستبعد أنه ممكن تظهر الخوارق على يد الكاذبين زي الدجال تظهر على يديه خوارق العادات، هل معنى كده أنه هو صادق ولا ده استدراج؟ بس أنه المعجزة نفسها بتنقسم إلى يعني الأمر الخارق نفسه بينقسم إلى خمسة أقسام، منها ما هو استدراج وإهانة وغير ذلك، واضح؟ لا ما هو مش حاطط على يد الكاذب، احنا عاوزين ناخد منها اللي هو على يد الكاذب. إذا المعجزة إما تكون دلالة عقلية، فهمنا دلالة عقلية؟ زي واحد زائد واحد ساوي اثنين. المعجزة تكون دلالة عقلية قاطعة، وهذا مستبعد بعيد يعني، بس منهم من قال به لأنه يستحيل في العقل أن الله تعالى يقدر، كيف جعلوا أن المعجزة تدل على صدق الرسول دلالة عقلية؟ قال أقول لك ليه؟ لأنه الدلالة العقلية عن العقل يقول لك يستحيل أن ربنا سبحانه وتعالى يؤيد الرسول بالمعجزة وهو كاذب. ليه؟ قالوا لأنه لو كان كاذبا وهو يعلم أنه كاذب ويؤيده بالمعجزة لوقع الكذب في خبره تعالى، إذا الله الكذب إلى مين؟ إلى الله تعالى، لأن تصديقه وهو كاذب كذب، فأنت إذا صدقت الكاذب فأنت كاذب معه مع أنك لم تكذب، لكن صدقت فتصديقه عينه كذب، تصديق ليه؟ الكاذب كذب صح، وتكذيب الكاذب صدق، مع انه تكذيب ولكنه ايه؟ صدق، لانه تصديق الصادق ايه؟ صدق، تصديق الصادق صدق، وتكذيب الكاذب صدق، وهي ثاني بعد كده تصديق الكاذب كذب، هذه الاقسام ليه؟ العقليه. ها؟
تسديد مين؟ صعب. من باب أولى تسديد الصالح. وقال أحكام كام؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة كده تمام. زي ما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه قال أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. فأما أصدقاؤك ثلاثة صديقك ده واضح، وصديق صديقك، وعدو عدوك، عدو عدوك. وتقسم ثلثين على ايه؟ على صداقة واحدة وهي عداوة واحد. إذا أصدقاؤك ثلاثة صديقك وصديق صديقك وعدوك، يفهم من هذا أن أعداءك ثلاثة أيضا عدوك، وصديق عدوك، وعدو صديقك. فهمت؟ ودور ثلاثة ودور ثلاثة. وقلنا وضعي عن معناه وضع موضع كلنا نزل يعني تتنزل يعني توضع منزلة كذا يعني وضعناها موضع القول. وقال ثم دلالة وضعية، مش عندك الدلالة في المنطق وضعية وهي ثاني الوضعية تنقسم إلى قسمين، وضعية لفظية وضعية غير لفظية. الوضعية اللي هي غير لفظية زي الدلالة المعجزة أو زي دلالة السهم على إيه؟ أو دلالة المآذن على إن هذه مساجد. عمرك رأيت واحد بنى بيت وعمل مأذنة في بيت؟ هتجد الناس على طول داخلين عليه غرف النوم على إن هذه محاريب للعباد. فإذا المآذن والمحاريب يعني لما تدخل مكان مسجد لازم تلاقي محراب اللي هو التجويف ده. عشان إيه المحراب ده؟ لأن بدل ما يعملوا مثلا واحد واقف يقول لك القبلة هنا، يعني دلالة المحراب على القبلة دلالة ايه؟ وضعية غير غير لفظية، ودلالة الإشارات بتاعة المرور دلالة وضعية غير، ودلالة السهم على الاتجاه دلالة وضعية غير، فكذلك المعجزة دلالة وضعية غير لفظية، وفي دلالة وضعية لفظية إذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عارفينهم إيه؟ مطابقية وتضمنية والتزامية. دي إيه؟ الدلالة الوضعية اللفظية. إذا دلالة المعجزة من أي نوع؟ دلالة وضعية لفظية ولا دلالة وضعية غير لفظية؟ فالجواب أن تنزل منزلة التصديق بالقول، مباشرة احنا قلنا المعجزة دلالتها على صدق مدعي النبوة دلالة ايه؟ ها؟ دلالة وضعية. لكن هو يقول لك نزلت تتنزل منزلة تصديق الله لمن ظهرت على يديه بالقول، فإذا هيحدث ايه؟ التوهم. فرفع هذا التوهم بقوله فالجواب أن تنزل منزلة التصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتي بها. يعني أصبح معنى كلمة بالقول أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتي بها. ألم نقل الآن أنه عندما قام الملك وجلس ثلاث مرات معناه أنه إيه؟ كأنه نزل هذا الفعل والقيام والقول منزلة أنه قال أو معنى معنى القول. فالجواب أن تنزل منزلة التصديق بالقول إنما معناه أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتيها، لا معناه أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول، وذلك كما تقول الإشارة تدل وضعا على ما يدل عليه القول. وهل المشير متكلم أو أحكم أمر في اهتمام؟ يعني جيد اللي بيشعر ده يتكلم ولكنه اشتفى بالإشارة، وجيد يشير أنه لا يتكلم كده. يعني لما أنا مثلا تشير إلي بأمر فأجيبك بالإشارة، يعني تقول لي ستذهب إلى مكان كذا فأعمل، تفهم من حركة الرأس يعني معناها نعم. ها
هذا هل انا غير متكلم اصلا وبعمل اشاره كده الان غير متكلم ولا يمكن اكون متكلما؟ ولذلك نقول هنا لا معناه ان فاعلها تكلم بالتصديق من ظهرت على يديه بالقول، وذلك كما تقول الاشاره تدل الوضع على ما يدل عليه القول. وهل تتغير هل المشير يعني اللي باقى على الإشارة مش المشير اللي هو وهل المشير متكلم أو أكم ركوع جفن على المشير على من يحرك يده بالإشارة؟ وهل المشير متكلم يعني رجل هل من يفعل الإشارة؟ وهل المشير متكلم أو أكم؟ محتمل لجل في الإشارة ما يدل على شيء من ذلك، يعني ما يدل على أنه متكلم أو غير متكلم، وهي في نفسها تدل بالوضع دلالة الكلام بلا فرق. يعني هل لو قال الملك صدق عبده هل هناك فرق بين قيامه وقعوده؟ في فرق. وإذا قال بلا فرق سواء كان المشير سواء كان المشير متكلما أو أكثر، وهذا غاية التحقيق في جواب السؤال، وإن كان قد استهوله يعني استهوله وعظمه وعظمه كثير من الأئمة، وهذا الجواب القصير المحقق لم يترك عليه غبارا، لأن هو ذلك التحقيق. والله تعالى أعلم وفيه التوفيق، ونقف كما وقف عندما وقف عليه، ونختم بالصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات قاتل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلنا وسلم وانصرنا على من عادانا. آمين. اللهم استجب بفضلك اللهم حقق فيك رجاءنا وبلغنا مما رضيت وآمنا من اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم عينا من امرنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. صلى الله وسلم على رسول الله ممكن نقول زي ما بيقولوا حرف وصوت ذاك الحروف والأصوات. لا 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 وصول في حرف لا تنقص الحروف كلها متماثلة. أقول أنت بشر لكن بشر.